عاد الينا مراسلنا فراس الدليمي مباشره من العاصمه بغداد فراس سالتك عن اوضاع بغداد كيف تبدو في هذه اللحظات وكذلك طبعا في ساحه التحرير وفي اماكن التظاهر الاخرى من العاصمه نعم يعني الحقيقه الوضع مربك منذ يوم امس ولغايه هذه اللحظه بعد ان تقدمت القوات الامنيه ومكافحه الشغب واستطاعوا ان يدفعوا المتظاهرين واخراجهم من منطقه جسر السنك وايضا ساحه الخلاني وشارع الرشيد باتجاه ساحه التحرير وما زالت يعني منذ ليله امس واليوم ايضا تكررت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية وما زالت مستمرة إلى الآن حقيقة نسمع صوت الإطلاقات خصوصا المسيلة للدموع والقنابل الصوتية تطلق على المتظاهرين من قبل قوات مكافحة الشغب سيما أن المتظاهرون اليوم استطاعوا أن يسقطوا عدد من الحواجز الكونكريتيه التي وضعتها القوات الامنيه بعد ان دفعت المتظاهرين باتجاه ساحه التحرير وقطعت الطريق المؤدي الى ساحه الخلاني لكن منذ يوم امس والى الان ما زال المتظاهرون يحاولون اسقاط هذه الحواجز في وفي محاوله للعوده مره اخرى نحو ساحه الخلاني وجسر السنك وايضا شارع رشيد بالقرب من البنك المركزي يعني بمعنى اخر العراقي أيضاً هل مصرفي الرشيد والرافدين معذرة هل نعم. الحواجز الكونكريتيه التي عزلت الخلاني عن ساحه التحرير لا زالت موجوده ام استطاع المتظاهرون ازالتها بشكل او باخر؟ لا يعني عدد الحواجز الكونكريتيه لربما يصل الى ثمان او عشره قطع من هذه الحواجز استطاع اليوم المتظاهرون من اسقاط واحده من هذه الحواجز لتكون ممرا لهم من اجل الخروج والاندفاع مره اخرى نحو ساحه الخلاني، لكن القوات الامنيه ومكافحه الشغب اطلقت سيل من القنابل الدخانيه المسيله للدموع ما ادى الى انسحاب المتظاهرين الى الخلف نحو ساحه التحرير ونفق السعدون، لكن العمليه ما زالت مستمره الى الان هي اصبحت وتحولت يعني الى عمليه كر وفر واشبه بحرب الشوارع وكانها لعبة تارة يتقدم المتظاهرون وتارة اخرى يتقدم تتقدم قوات الامن نحوهم لكن ما زالت الاعداد حقيقه كبيره جدا في ساحه التحرير ما زال المتظاهرون يسيطرون على جسر الجمهوريه والمطعم التركي واحد. وساحه التحرير طيب. باتجاه ساحه الطيران اليوم هذه المناطق ما زالت يعني تنتشر فيها ينتشر فيها المتظاهرون واليوم كان توافد كبير للمتظاهرون في هذه الساحه والى الان حقيقه الاعداد تبدو كبيره جدا طيب. وما زالت اليوم... الى الان وانا اتحدث معك اسمع ايضا صوت. نعم. وهنا السؤال حول الاصوات نعم. التي تسمعها يعني الرئاسات الاربع في اجتماعها اكدت على ان الاعتصامات ينبغي ان لا يتم معالجتها او تظاهرات لا يتم معالجتها بالقوه فهل يعني اجواء العاصمه بغداد من حيث سماع دوي الانفجارات او القنابل المسيله للدموع هي بذات الوتيره والنسق ام خفت بناء على توصيات الرئاسات الاربع واتفاقها على عدم استخدام القوه المفرطه؟ يعني حق نعم يعني الحقيقه ما يعني جاء في بيان الرياسات الثلاث بعدم استخدام العنف المفرط والرصاص الحي وايضا عدم استخدام القوه والعنف ضد المتظاهرين يبدو على الارض مختلف يعني تماما لان ما زال نسمع ونرى عندما نذهب هناك نشاهد حجم القنابل الدخانيه التي تكاد تملا سماء هذه المنطقه وحقيقه اصابات كبيره بين المتظاهرين اختناقات خصوصا حتى ان المستشفى مستشفى الكندي ومستشفى الشيخ زايد تكاد تكون يعني لا تستطيع ان تستوعب اعداد المتظاهرين وتسمع لربما سيارات الاسعاف ذهابا وايابا من اماكن التظاهرات والى المستشفيات من اجل نقل المتظاهرين، يعني يبدو ان هذه التعليمات من قبل الحكومه والقيادات الامنيه وقياده العمليات على الارض يبدو لا يستطيع او لا تستطيع القوات الامنيه ان يعني تضبط ايقاعها بسبب حجم الضغط على الارض من قبل المتظاهرين ومحاولات من اجل الوصول الى المنطقه الى ساحه الخلاني او شارع الرشيد او جسر السنك مره اخرى وبالتالي طيب تضطر القوات الامنيه للتعامل مع المتظاهرين بهذه الطريقه فراس باختصار وضع ساحه التحرير الان هل هناك تزايد في اعداد القادمين اليها الداخلين اليها للتواجد وإدامة زخم التظاهرات أم أنها يعني بسبب الأجواء المحيطة بساحة التحرير تشهد تناقصا في أعداد الواصلين إليها لا حقيقة لم ينقطع زخم التظاهرات اليوم شاهدت ان هناك الكثير من المتظاهرين المئات بل وصلت الاعداد الى الالاف داخل ساحة التحرير ورأيت منذ ساعات الظهيرة يعني هناك اعداد كبيرة كانت تأتي من جهة ساحة الطيران ومن جهة شارع السعدون باتجاه ساحة التحرير خصوصا ان هناك بعد ان عادت خدمة الانترنت مؤقتا كانت هناك دعوات من قبل النشطاء ومن قبل المتظاهرين المنصات التواصل الأخرى أه حقيقة كانت هناك تلبية سريعة من قبل الشباب العراقي من كل المناطق أه حتى عوائل عراقية وأطفال ونساء ورجال من جميع الفئات والأعمار جاءت من أجل التضامن مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة والدستورية والتي اعترفت فيها الحكومة والطبقة السياسية جميعا لكن يبدو أن الحراك السياسي الدائر اليوم على الأرض إلى الآن لم يقنع المتظاهرين ولم يقنع الشارع العراقي كون هناك فقدان ثقه بين او عدم ثقه بين سكرانجي. الشارع وبين الطبقه السياسيه ويبدو ايضا الخلافات داخل قبه البرلمان بين الكتل السياسيه قد انعكست على تنفيذ لربما حزم الاصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء ان تنفذ على الارض بشكل سريع وبوتيره سريعه والشباب اليوم المتظاهر يطالب باجراءات انيه وليس اجراءات يعني بعيده مدى والان انا اتحدث جزيلاً. معك وسمعت صوت انفجار نعم. كبير نعم. حقيقه خلفي في ساحه التحرير لربما واضح. مثل ما حصل ليله واضح. امس انفجرت خمسه عبوات صوتيه نعم. سمعنا مثل ما انت سمعت لانه كان الصوت واضح واعقبه اخر مباشره بعد الصوت الاول على اي حال شكرا جزيلا لك فراس الدليمي مراسلنا في بغداد